السلام عليكم، معكم بو عسرية بن عيسى الملقب بدرج. مهم كيف ما وعدناكم من النهار الاول، وكيف ما قلنا لكم بان ديك السيده غنبقى متابعه، ديك الاستاذه اللي كانت دار جوج رجال من النهار الاول. المهم البارح كان الحكم. المهم اول حاجه غنشكروا قناه شوف تي في اللي واكبت الحدث من الاول، وترجع الفضل كامل لها حيت بان الصحافه هي السلطه الرابعه. كيف ما عرفتوا قناه شوف تي في تابعتنا من النهار الاول، من اول فيديو حطاته 22، ما عرفتش واش 22 او 23 في شهر جوج، واليوم ها حنا في جوج في شهر 7، يعني مده تقريبا 6 شهور، نقولوا 6 شهور وهي متابعنا باستمرار. كنشكروا الاخ جواد اللي كان كيجي ديما عندنا من سلا، وكان تيسول ديما فين وصلت الاحداث، فين وصلت الامور، حتى البارح فاش تحكمت الاستاذه حكموا عليها بعامين سجن نافذه وبعشرات المليون كتعويض، وحكموا الجمعيه المغربيه للدفاع عن حقوق الرجال ضد العنف النسوي بواحد درهم رمزي، حيث هي كانت طلبت درهم رمزي. المهم القضاء كان عادل. حنا في الاولى كانت عندي الثقه في ذاك القاضي وفي ديك الهيئه كامله، حيت فاش كتدخل المحكمه وكتسول راه اي واحد يكون عنده شي مشكل في المحكمه ملي كيدخل كيسول كيف داير الهيئه، كيف داير هذه، كيف. المهم سمعنا اخبار زوينه ما خابش الظن ديالنا. المهم واخا داك الشيء بارابور هي مدات شي 50 مليون حكموا لنا ب 10، المهم هما اللي عرفوا علاش حكموا ب 10، وهما اللي حدوا العقوبه ديالها في عامين، ربما حيت هما ناس قاري القانون وعندهم تجربه في الميدان. حنا غير كنهضروا من كثره الحقد، راه لو كو سولوني انا غنقول لكم نحكموا عليها بواحد الحكم خيالي، ولكن لا، بان هما دوك الناس هما اللي عارفين. المهم ماشي مشكلنا هذا، المشكل هي المرة الثانية الاستئناف اللي غتكون فيه المفاجأة الكبيرة. المحكمة تابعتها بجميع التهم اللي كانت منسوبة لها بالخيانة الزوجية، خيانة الأمانة، الزوير، كل شيء، إلا برأتها من النصب. النصب تبرأت منه. والمشكلة الكبيرة هي غادي تكون في الاستئناف. حيت كيف ما عرفتو من الاول هذيك السيده مزوره بزاف د الاوراق، حيت مزوره اتاستاسيون سالير، مزوره فيش دو باي، شهاده الخطبه، ادلاء ببيانات كاذبه والحصول على تقريبا مزوره، هي ما عندهاش تزوير، عندها الادلاء ببيانات كاذبه، فهمتي؟ حيت شحال من واحد تيقول لك لا بان التزوير، هذيك ما عندهاش تزوير، عندها تزوير في ديك اتاستاسيون ترافاي واتاستاسيون سالير. اما بالنسبه للخيانه الزوجيه تبتات عليها، كل شيء تبت عليها. والغريب في الامر هي الاستئناف اللي غادي يكون فيه المفاجاه. حيت في الاستئناف هما في الاولى ما كانوش حاطين واحد عقد صديه ديال الدري، في الاولى ما كانوش كيحطوه. وحنا فاش قربات الجلسه الاخرى كتنسقت انا والمحامي ديالي، انتم عارفين بان الهضره اللي قلتيها هنا كتوصل، الهضره اللي قلتيها هنا كتدلع، وانا كنت قلت للمحامي ديالنا بطريقتي باش ناخذ عقد ازدياد، كنت قلت للمحامي ديال الجمعيه المغربيه للدفاع عن حقوق الرجال ضد العنف النسوي، كنت قلت له انت غتمشي لي في توجه واحد، انت غتبازي لي على عقد ازدياد حيت ذاك السيد شنو، انا كان الغرض ديالي نحصل على عقد ازدياد. المهم كيف ما الهضره دارت، نهار فاش كانت الجلسه يلاه فاش وقفنا هو طالب عقد الزياد، هما حطوه عقد الزياد كان عندهم موجود فعلا، صورناه حنايا درنا الخدمه ديالنا، والتجأنا لديك المكان اللي مسجل فيه هذاك الولد وجبنا نسخه كامله. فاش جبنا نسخه كامله بان ليا بان كاين شكوك كثيره بان ذاك الدري في عقد الزياد زايد في شهر 6 يلاه عنده عام، ولكن الدري فاش كتشوفيه الدري كبير، الدري عنده ما بين عامين ثلاثة، يعني هنا كيبان لك بأن كاين كيف كيقولوا المغاربة كاين إنا. فاش مشينا جبنا عقد ازدياد وجبنا نسخة كاملة، خان تخصنا واحد الحاجة باش نتأكدوا كيفاش الدري عنده 3 سنين وعقد ازدياد فيه عام. كاين شي حاجة. هنا في خصنا نرجعوا للطريقة اللي تسجل بها الدري. الطرق اللي كيتسجلوا بها الأطفال في الحالة المدنية خاص تكون ديك شهادة الولادة ديال السبيطار
اللي كتكون اصليه، ولا الا كان تعطل في التسجيل كيكون مسجل بامر قضائي بحكم قضائي. هاد الدري ما مسجلش بحكم قضائي وما مسجلش بشهاده ديال الطبيب. باش مسجل، مسجل بواحد الطريقه ديال العصر الحجري ديال القابلات. هاد السيد نهار فاش بغى يسجلوه سجلوه بطريقه ديال القابله، بان هذيك السيده ولدات في الدار. وكيف يعقل اللي مبغاش تدخل لي انا راسي، ما غادخل حتى شي واحد في راسو، بان استاذه وعندها الظروف مسويه الوضعيه ديالها في جميع الحالات، وكيروبورسوا لها اي حاجه في السبيطارات في هذه في لاميتيل كيف كتعرفوا نتوما. حتى الطرف الثاني اللي الزوج كان كيخدم في واحد الاداره اللي عندها سبيطارات ديالها في المملكه كامله، موفر لهم موفر لهم المملكه المغربيه سبيطارات ديالهم كاملين. وهذه السيده ما ولداتش في السبيطارات، علاش؟ ولدات في الدار، وهي عندها اول ولده، اول مولود لدريه عندها 27 سنه ولا 28 سنه، وعمرها ما ولدات، وعندها الوثائق كاملين وغتولد في الدار. ما يمكنش. هنايا نقول لكم اشنو وقع، سهله، بان الدري تزاد خلوه تكبر، ضرب واحد العام ولا عام وش حاجه، عاد مشاو صرحوا به بانه تزاد. هاد الدري تزاد قبل العقد. وفاش مشاو صرحوا به، الطريقه اللي يمكن لهم يدخلوا بها الدري بان خاص شي مراه تجي ودير واحد الوثيقه بان هاد السيده ولدت في الدار. وديك الساعه كيدخلوا الدري في الحاله المدنيه السهل. هذه هي الطريقه اللي يدخلوا بها الدري. انا كنتمنى من الله عز وجل، حيت هذا هو فين غنبازيو في الاستئناف، كنتمنوا الاستئناف خصو يزيدها، حيت هذا تزوير وهذه ما مرطاش في بحدها. حتى الطرف الثاني مهما انت عندك دري وفي عمره 3 سنين وفي الوراق ديالو عام، اشنو هذا؟ تزوير، كذب، نصب. انا كنتمنى تكون شي وحده من الاقارب ديالها هي اللي سنات بانها قابله، حيت هي فاش خدمات هذه ما فكرتش مزيان، ما فكرتش، حيت ما غتكونش جابت قابله، غتكون خدات غير امراه عاديه. وإلا كانت واخده امراه عاديه، كيف يعقل امراه عمرها ما ولدت؟ كيف ما كتعرفوا القابلات تيكونوا عندهم وثائق ديالهم. إلا كانت هذه السيده فعلا ولدت في الدار وولدت بقابله، راه هذيك القابله غيكونوا عندها الوثائق ديالها. وإلا ما كانتش بأن السيده والده بلا قابله، وهذيك المراه ماشي قابله، خاص هذيك المراه تمشي للحبس، حيت راها شاهده بالزور ومزوره بأن هذا الشيء، السيده مزوجه براجل آخر. وانتم تزوجات مره اخرى، فحال غتسرق دري. هذا راه تسمى اختطاف. انا الدري لحد الساعه مهما الدري شفتو ذاك النهار مؤخرا، كانوا عندي حصلت على التصاور ديال الدري بالطريقه ديالي. الدري عنده عامين ثلاثه، الدري كيتسخر اصاحبي، الدري كيمشي على رجليه واقف. واش اللي عنده عام غيمشي على رجليه؟ احنا غنطلبوا غنطلبوا النيابه العامه وغنديروا اللي خصو يدار وغنتبعوا القانون ديالنا، وداك الدري غنحيلو على سبيطار العظم، حيت السبيطار ديال العظم غيحدد له التاريخ ديالو، غادي يحدد له واش داك الدري فعلا عنده سنه ولا عنده ثلاثه. وإلا كانت عنده ثلاثه غيكونوا متورطين اخرين في الاستئناف. كنتمناو ان شاء الله كيف ما في الابتدائيه دوك الناس تنصفنا. المهم شوف، راه كيف ما كان الحال، كيف ما كان الحال كتقول تنصفت، كيف ما كان الحال كتقول، حيت المهم نالت العقاب ديالها، بان بقى نهار في السجن راه السجن، فهمتي؟ عطاوها عامين، هما دوك الناس اللي عارفين علاش عطاوها عامين، حيت راه ما يمكنش راه انسان شو شحال قرا بتجربه بهذا راه هو اللي يحدد لها العامين. اني فرحان، وهذه بعداك شحال من واحد، والناس في الاولى كنت يقولوا في الكومونتير في هذا بان ما غاديش تشد حقك، ما كاينش القانون. لا، هنا باش يعرفوا ما ضاع حقا وراءه مطالب، بان راه الا طالبتي بحقك غتاخذه، وهذه البلاد فيها القانون، وهذه البلاد فيها هذا، اللي طلب شي حاجه غادي يشدها، فهمت؟ اللي طلب شي حاجه غادي يشدها. المهم، وحنا كنشكروا حتى القناه كيديروا الدور ديالهم، القناه والله العظيم اللي كيديروا الدور ديالهم في المجتمع، كيساعدوا. لو كان ما كانش قناه على الاقل لا ما غاديش نتعرف، وغادي نبقى ندور غير في بلاصتي بوحدي، نبقى ندور غير بلاصتي بوحدي، ونقدر نرتكب شي جرم اخطر. الحمد لله التجأت لهذه الطريقه، خذيت بها الحق ديالي وانا مرتاح.
كنشكر جميع الناس اللي ساندونا واللي تقوا فينا والناس اللي سهروا والناس اللي تكرفصوا والناس اللي ضربوا تماره واللي جا من الدار البيضاء واللي جا من الرباط والناس اللي نشروا هذا وتقوا فينا من الاول. كنشكركم كاملين.